أخبار اليوم. مساء الخير. أنا طالع في الفيديو ده علشان أرد على بعض النقط المهمة جدا اللي اتصارت في موضوع شادي وموضوع أحمد مالك. أول حاجة، كل سنة طيبين طبعا من رجال الشرطة، وكل شهدائنا طيبين لأن شهدائنا أحياء بإذن الله عند ربهم يرزقون. الأخ شادي طلع في الفيديو جاب كاندوم ونفخه ووزع على عساكر اللي هم مش فاهمين وبيتصرفوا حسنية، وجايز انا لو كنت واقف في الشارع ما كنتش فهمت ان الموضوع ده يقصد بيه اهانتي واهانه كل افراد الشرطه وشهدائنا، لان احنا مش واقفين في الشارع عشان نلعب، احنا واقفين في الشارع علشان نشتغل ونحميك ونحمي غيرك. لكن هو بالمدلول ده هو يقصدش الكاندم او يقصد التوبس او يقصد ايا كان مسماه، هو يقصد مدلوله الويتك، سوري في اللفظ، مدلوله اللي مش كويس، مدلوله باهانه الرمز، رمز البدله، رمز الشرطه، مش اهانه هو ما يعرفش العسكري يعرف الضابط، وده غير مقبول ولن نقبله. تاني حاجة، في البوست اللي انا نزلته او لما نزل في الصفحة ان احنا قلنا ان احنا هناخد حقنا وما جاش حاجة بالقانون، احنا ناخد بطريقة تانية، احنا ما كناش نقصد ان احنا نجيلك او نقتلك او زي ما المحامي بتاعك او اللي كتبلك البيان قال، لا والله احنا كنا نقصد ان احنا هننزل بوستات كتير، هنعترض بطرق مش عن طريق قانون، عن طريق اعلام، عن طريق الصحافة، عن طريق اي وسيلة ممكن تجيب لنا حقنا، لان احنا مش بلطجية، احنا مش هنمشي في الشارع ندور عليك نقتلك انت واحمد مالك. في ناس بتقول ان انتم يعني صغيرين، كلام ده غير مقبول، احنا برضو اولادنا اللي بيموتوا وزملائنا صغيرين عندهم 20 21 سنه بيموتوا عشان البلد دي، بيفيدوا رجليهم وعينيهم، بيفيدوا حياتهم، وفي الاخر انت تيجي تستهتر بيه علشان تضحك او تهزر مع اصحابك ويقعدوا يتريقوا علينا؟ لا، والاعتذار غير مقبول. في قانون يجيب حقنا، وفي قانون برضو هيجيب حقنا، القانون فيصل بينا والدوله دي دوله القانون. غير اعتذار غير مقبول، لانك ما دوستش على رجلي عشان تقول لي انا اسف، انت هنتني، هنت شهدائي، هنت بلدي، والله ما بمثل. انا فعلا محروق قوي من ساعه ما شفت فيديو امبارح. الكلام ده لازم تفهمه كويس قوي، انت ولاي حد تسوي لي نفسه انه يتريق علينا. احنا مش مجال التريقه ولا احنا مجال السخريه، احنا ضباط بتموت وافراد بتموت وعساكر بتموت عشان البلد دي تعيش، ده مش فضل مننا، ده واجبنا وفخورين بيه، ونفضل نعمله حتى لو الف زيك ومليون واحد زيك عملوها. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشهد. شكرا.